عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في القناة من جديد. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بألف خير وفي صحة جيدة. إذا كنتوا كتشاهدوني لأول مرة، ما تنساوش تنضموا للقناة ديالي وتضغطوا على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو. ما تنساوش كذلك تفعلوا ذاك الجرس الأحمر الموجود أسفل الفيديو تضغطوا عليه. إذا مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناة ديالي، مرحبا بكم، مرحبا أيضا بالناس القدام. دونك اليوم جبت لكم هاد لا فيديو مغايرة تماما، فحبيت اني نشارك معكم بعض مشترياتي اللي خديتهم من اكسيون اوليدل. دونك غنشوفوا معايا بعض الاشياء اللي جديده اللي جبت معايا في اكسيون كذلك ليدل. دونك الا كيهمكم هذا النوع من الفيديوهات فما عليكم غير تبعوا لا فيديو حتى الاخير. دونك فاول حاجه صراحه ليدل، اولا غنبدا باكسيون، فما خديتش فيه حاجات كثيرة، فصراحة خديت واحد الحاجة اللي عجبتني شفتها في أكسيون عجبتني، هي هذه البنات ديال كتجي على هذا الشكل، كتبغى تعرفوها. هذه ديال المفاتيح، كتجي بحال هكا على هذا الشكل، هذا كتعلقي فيها الصورت هكايا. صراحة كنت ديجا كنقلب عليها كنلقاهم فاش كنمشي كنلقاهم صافي التالا ولاهم ما بقاوش ولا كيجيبوا شي شكل اخر، ولكن عجبتني هذه هذا الشكل هذا. فيه لي فيهم لي كولور، فيها الماغون هكايا وفهاد هذا ديالهم، فيه الماغون فيه البيج فيه الكحل وفيه طب الكتبه ديالهم كتكون مختلفه. دونك انا عجبتني هذه، زوينه البنات في الشكل ديالها اللي غتعلقي فيها السويرت، كتوضعي هكا في الكولوار اولا في الدخله ديال الباب كتعطي واحد المنظر زوين بزاف. دونك هذه خديتها، صراحه الثمن ما عقدش بالضبط ولكن ما غاليش، المهم كيكون عندها هاد العلاقات هنايا كتجي على هذا الشكل. هذه هي الحاجه الاولى اللي خديت من اكسيون. وبالنسبه للحاجه الاخرى من اكسيونيت خديت هذه اللي كنزينوا بها هاد اش كيسميوها، المهم هذه راه كنلصقوها كيف كنزوقوا بها الديكورات وبزاف الحوايج محتاجاها. فيها الالوان، فيها الدوغي وفيها كذلك لارجونتي وبزاف الاشكال. وعندي كذلك خديت هاد هذا لقيتهم عجبوني، هاد القماش مع الكريم ديالو ديال الرجلين زوينه البنات، كنصحكم تجربوه. الصراحه اول مره كناخذ شي حاجه برودوي هكا من اكسيوم، ما لفاش انني ناخذ لي برودوي ديال التجميل هكايا، ولكن هذا غير ديال الرجلين. عندي هنا الكريم والقماش، هذا القماش قماش بي زوين بزاف، كينقي البشره ديال الرجلين وكيرطبهم او ميم طو. المهم بعد ما كتستعملي هذا كقماج كتغسلي رجليك كتحكيهم هكا بالطريقه العاديه فاش كنستعملوا القماش، ومن بعد كتوضعي هذا الكريم مرطب و كتحسي برجليك فاش كتوضعيه كتحسي بواحد الرطوبيه في رجليك زوينه بزاف وكيحمي رجليك، هذا باش عجبني كنصحكم تجربوه تاخذوه. راه ما فايتش تقريبا 2 او 3 يعني رخيص بزاف. دونك هذا خديته من اكسيون. وعندي كذلك شنو خديت من اكسيون، خديت هاد يونيبونج كتعرفوها كاملين، هادو ما كيبقاوش البنات دغيا كيخسروا بالنسبه للبنات اللي كيضعوا الماكياج. والحاجه الاخرى هادي بالنسبه لهادي خديتها من ليدل ماشي من اكسيون، عفوا هادي خديتها من ليدل، كتعجبني هاد لاماخ ديال سين زوينه بزاف زوينه البنات، كنصحكم تجربوا هذا مزيل صباغه كيقد فران وكيقويهم. صراحة هاد لاماخك هادي اللي كنستعمل زوينة، صراحة الاثمنة ما عقدش، داكشي علاش ما قلت لكمش الاثمنة بالضبط حيت ما عقدش. وبالنسبة لهادي خديتها على حساب ولدي، ما
هي اللي كتنفخو، ولكن مكنتش تعرف انا كان قلت لكم هذه خديتها على حساب والدي. والحاجه الاخرى او الحاجه الاخيره اللي خديت من ليدل صراحه، كل مره واشنو كيجيبوا الجديد قد عندهم هذه زوينه بزاف هاد الطيفال صراحه، باقي ما جربتها. كانت داروا فيها بروموسيون، كانت ب 8.90 و موان 50، المهم راه خديتها غير ب 4.45 باش خديتها 4.45 يعني رخيصه. داروا فيها بروموسيون موان 50، زوينه ثقيله ماشي من داك النوع الخفيف، حيت فيهم وفيهم اشكال. الصراحه هذه عجبتني حيت ثقيله، وقلك طيبي فيها هكا المسمن او لا، المهم كتجي زوينه، الكاليتي ديالها زوينه بزاف. المهم واخا باقي ما جربتها، حتى نجربها ونرد عليكم. دونك البنات هادو هما مي برودوي و مي زاشا اللي خديت في اكسيون وكذلك ليدل. دونك هكا كيجي الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تاخذوا فكره وكذلك ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم، وكذلك هاد المشتريات البسيطه اللي تشاركت معكم. صراحه اول مره نعمل هذا النوع من الفيديوهات، كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وكذلك الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تنضموا للقناه ديالي اللي كتشاهدوني لاول مره. والى اللقاء الى الفيديو المقبل ان شاء الله.